معليش. حلو حلوين حلوين، سلام. يعني كذا بس تقعد كذا ماشي. لا 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 لا، اصبر اصبر اصبر. خذوني، ايوه خذوني خذوني خذوني. اوكي، الى الان مو بتمام، والله مو تمام. السلام عليكم، معاكم اخوكم عمر، حياكم الله اليوم في فيديو جديد من مراحل المشتركين الجزء السابع. طبعا شباب، قبل لا ابدا، انتوا شفتوا الانترو اللي في بدايه الفيديو، هذا سواه لي اخونا احمد شوتر، الله يعطيه الف عافيه. راح احط لكم رابط قناته في الديسكريبشن في مربع الوصف. اتمنى منكم حبايبي تدخلون على قناته وتفجرونها اشتراكات ولايكات، وتكتبوا له احباب عمر او احباب اوشو. الرجال ما قصر معي، اتمنى انكم تبيضون وجهي عنده. طبعا ما ابي اطول يا شباب المقدمه، لا تنسون الاشتراك في القناه، ضغط زر اللايك ونشر الفيديو، خلونا نبدا بسم الله. طيب شباب، الله يعطيكم الصحه والعافيه. طبعا سجلت فيديو مدته تقريبا 3 ساعات، لعبت مراحلكم، خلصت بعضها، انتهيت من الفيديو، للاسف المايك طلع مفصول، طلع الفيديو بدون صوت المايك. يمين بالله يا شباب تحطمت تحطيم، يعني ما ادري ايش اقول لكم. لكن راح ارجع الان واعيد نفس المراحل اللي لعبتها، وراح اختصرها في اللعب، يعني راح اخليها فقط يعني كل مرحله، يعني من بدايه المرحله الى نهايتها مع الفوز. ما ابي اطول عليكم وكذا، لان صراحه يعني شفت المراحل وحركت على نفسي، وفي النهايه تفاجئ ان المايك عندي طلع مفصول. فانا اسف يا شباب على هذه المشكله، صارت كذا بالخطا، اتمنى انكم تعذروني، وما بيطول معاكم وبسم الله خلونا نبدأ. طيب شباب، هذه مرحلة من أخونا حسين، أعطاني هذه المرحلة مثل ما تشوفون فوق العلم. مخلص المرحلة أنا، و والله انقهرت يا عيال على المشكلة. لعبوها 525، فازوا فيها 13، أنا من ضمنهم، وراح أرجع أعيدها عشان ما يزعل أخوي حسين. حلو، هذا تشيك بوينت، طبعا ناخذ هذا تشيك بوينت. هذه المرحله طبعا لعبوها بندر وسعود، بس يعني انا صح اني في الفيديو السابق قلت اني ما راح العب مراحل لعبوها الشباب، لكن عشان ما احد يزعل منكم، يعني بعضكم يعطيني مراحل سواء لعبها بندر او لعبها سعود، وودي يشوفني وانا العب، فما نبي نرد احد يعني عشان ما حد يزعل يعني. اوكي حلوين، على كذا يا حبيبي تجي هنا يا طويل العمر وتكسر هذا الحجر، بسم الله تقول كذا. حلوين، شوف الحين تجي في الصواريخ، عط هذه المهارة يا اللاعب، اعطي هذه المهارة يا اللاعب الكبير، تكفى لا تموت. طيب طيب، الله يرحم والديك. حلو، هذا تشيك بوينت، استلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عليه ما عليه، خذينا التشيك بوينت، كويس. حلو، لا 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 لا، انتبه انتبه، أرجوك أرجوك، لا 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 لا, لا. أرجوك موت يا حيوان موت. أعطيني الوردة. حلو، سلام عليك، أسجل فوز. حلو يا حسين، خلصنا مرحلتك مع إني خلصتها أمس، لكن بعيونكم أعيدها. طيب حبايبنا، عندنا هذه المرحلة من أخونا إبراهيم، كاتب لي أخوي أوشو أبيك لو سمحت تاخذ المرحلة هذا الكود، بس مو حقتي لأن ما عندي ويو. الله يرزقك إن شاء الله بجهاز ويو، ويرزق كل من كلكم يا شباب، ربي يرزقكم إن شاء الله إذا ما عندكم هذا الجهاز. راح ألعب هذه المرحلة، فلعبوها 199 وفازوا فيها 20-1. Can you win؟ إن شاء الله win زي أمس بإذن الله. طيب
طيب الو الو تمام الو جا لويجي. ايوه ايوه يلا مع السلامه. ايوه تعالي تعالي خذ السحابه وامش الين يجيك الفوز. الو يلا استلم هذا فوز سريع. يعطيك العافية المرحلة أخونا إبراهيم اللي بعده. طيب شباب عندنا مرحلة الجميل أحمد نبيل، أعطاني مرحلة كاتب لي يا عمر المراحل القادمة سوف تكون صعبة شوي معلش. ما بيطول لعبوها 264 فازوا فيها 6 أمس لعبتها وفزت فيها وإن شاء الله اليوم بعد أفوز فيها بإذن الله. شوف كيف يجيك هذا الجميل هذا الهو هو على طول من أولها. يلا يلا معلش 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 حلو حلوين حلوين سلام يعني كذا بس تقعد كذا ماشي إلين الله يفرجها. حلو تمام تمام بسم الله. أيوه يا سلام تبه تبه ماريو ماريو يا حيوين. أوكي أعطوني بالله صديق واحد كلب شكرا. أشوف عظمة تحت جاية من أبو عظمة تمام طيب حلو تابع كذا يا سلام عليك اتوكل على الله يا سلام الله أكبر على التركيز يا عيني أسطورة الأساطير أوشو العظيم. ما في جلد سريع سريع احنا ما نتفاهم اللي روح اللي نروح اللي بعده. يلا طيب شباب أخونا عبد الله أو عبود عشرة أو عبودي عشرة أعطاني ذي المرحلة وكاتب لي لعب مرحلتي بالله عليك يا بطل لعبت هذه سابقا وصورتها بالفيديو اللي راح تقدر تشيك عليها حبيب قلبي وتشوفها. طيب حبايبنا عندنا هذه المرحلة من أخونا عصام أرسلها لي على التويتر أعطاني هذه المرحلة كاتب بس توضيح بسيط مرحلة التضحية بيوشي مو مرحلتي أنا ما أحب أسوي مراحل أنا ألعب وبس وأستمتع بهذه المرحلة واستمتع يقصدني أنا بهذه المرحلة تراها جلد أخذت مني أسبوع لأخلصها. طبعا مرحلة تضحية بيوشي لعبتها بالفيديو السابق هذا حسب كلامه يعني انه يوضح لي انه امبلة فانا بلعب هذه المرحلة هو يقول انه اسبوع ما خلصها انا خلصتها على طول ولله الحمد وان شاء الله اليوم بعد اخلصها مرة ثانية. حلوين يلا الله 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 حلو شوف تروح هنا يا حبيب قلبي يجيك هذا اللاعب كذا وتقول بك مع السلامة أنا والله ما أدري إيش سويت بالحظ تمام جيب هذه روح كذا يا سلام عليك وتعال هنا تجيك هذه الريشة خذ يلا 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 حلو 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 جميل العب عليه العب كذا العب العب عليهم شفت تجي كذا طيران يا حبيب قلبي ما نحتاج عندنا واحدة. طيب النكبة هنا انا اقول لكم ليش عندنا هذا الاشباح ما تخليك في حالك. يلا يلا معليش معليش حلوين خلنا نروح من هنا شفت كيف يجيك يا حبيبي يوشي استلم يوشي وتوكل على الله. طيب بعدين يجي هنا شفتوا كيف طيب وفي الأساس شوف عرفت لازم تصغر ما نبيك يا يوشي روح يعطيك العافية على اللي سويته يلا خلص. طيب تمام حتى تشيك بوينت ما فيها حلوين الله 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 يستر هنا يا جماعة باوزر محتريني شغال حلو كذا تقضي تقضي عليه شفتوا كيف الساحر الحيوان هذا هنا بيسويتش أعطوني أعطوني سحابة أعطوني سحابة يا حيوان عطني سحابة هذا الفوز خلاص ما يحتاج.
سريع سريع ما في جلد، انت قد اسبوع انا ثواني انهيها لك يا حبيبي. اللي بعده. طيب حبايبنا، عندنا هذه المرحله من ذا كيلر، احد اعدائي اللدودين اعطاني هذه المرحله، كاتب سلام عليكم. عليكم السلام. هذه مرحله متوسطه حقت روقان الصبر. لعبوها كم؟ والله كثير اللي لعبوها. 227 اللي فازوا فيها 210، يعني خلصتها وبخلصها مره ثانيه، بس شوي ترفع الضغط هذه. صح انها يعني ما فيها اعداء، بس شوفون انتو ذي البالونات، مدري الدونات، مدري ايش اللي تسمونه، على حسب اللي تسمونه، بتغثني بعد شوي. يعني شوف الحين اوكي تمام الامور اوكي يا اخ، توني اقول اوكي يا اخوي. طيب اوكي معلش، تعال من هنا وروح. حلو حلو، شوف الحين ايش يصير. شفتوا يا حبايبي؟ تمام تمام، البلشة هنا 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 البلشة. طيب ليش؟ انا اقول لكم ليش، او ليش اقول لكم، انتم بتشوفون ليش. كيف؟ لا 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 لا، اصبر اصبر اصبر، خذوني. ايوه ايوه خذوني خذوني خذوني، اهم شيء اهم شيء لا اطيح هنا. لا 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 عاد، لا 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 لا، دقيقه دقيقه يا اخوي 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 حبيب 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 يا تبن، الحين برجع عيد من اول. ايش ذا المشوار ذا؟ يلا هذا غث مكان. لا 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 يا اخوي، ابعد من ذي النطيطات يا هذا الليل. الله يصبرني، فكوني اعتقوني اعتقوني، استغفر الله العظيم. طيب لو رحنا من هنا ايش بيصير؟ ما في كذا عتق؟ والله من هنا يا اخي اسهل، بس اني انا اهبل فاهي. خلصناها وروح اللي بعدها. شباب هذه المرحلة من اخونا دعس، اعطاني هذه المرحلة، كاتب هذه مرحلة صعبة شوي بس تقدر تفوز. لعبوها 5280 وفازوا فيها 69، فزت فيها برضه، وراح نلعبها مرة ثانية بسبب المشكلة اللي صارت. والله يا جماعة لو تدرون اني انقهرت قهر. كيف؟ هوب استلم، يلا يلا باقي واحدة. هاب هاب هاب، يا سلام حلو. شفتوا تسجيل هنا يا عيني، تنتظر هذا النار تجي كذا، تاخذ هذا الجميل. من فهاوتي تمام. حلوين حلوين، ايوه يا سلام عليك. خذ التشيك بوينت اول شيء، سلام عليك. طيب معلش معلش معلش، اخذنا يا ولد تشيك بوينت، امورنا في السليم. بس هنا يا اخي نكبة، الله يستر. والله امس يا جماعة اني ابتلشت في ذا المكان، بس اني عديته يعني كذا بعد معاناة. اطلع فوق الحين، انزل تحت الحين، اطلع فوق الحين، انزل تحت. شفت بعدين تطلع فوق كذا عشان ما تجيك ذي، بس خليك الحين فوق تمام. استمر بارك الله فيك. النار 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 النار، بعدين النار يا حبيبي. الله 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 الله، والله تشطيف. حلو طيب تمام 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 اوكي. لا 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 لا، هذا اول عيد. الله الله الله، ثاني عيد. يلا استلم، الله يستر. بعد ارجوكم تكفون. لا 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 لا، وش ذا يا لطيف يا ساتر.
الله 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 يا أخي الله الله هلو هذا شوف كيف تعال كذا حلو تعال بعدين هنا بعدين تعال كذا تروح هنا عندك هذا يجي كذا بعدين هذا الثاني كذا عرفتوا يعني خطة كذا ذكيين بس الذكيين بس يستخدمونها لا يا أخي ذا البلشة هنا والله إني نسيته ذا هذا هندي يغثني عو وع وع كل شوي يا شيخ بالله ينقلع هلو تكفى هلو والله حلو من أول مرة أخلص هذا كويس شوف هنا تمام تجي هنا عن السحرة كويسين هذولي الطيبين الجميلين أوكي باوزر جاب الغايبة وين بعد جبت العيد تعال 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 الله يرحم والديك تكفى والله شطف حلو خلصناها يا وحش خلصناها يا وحش يعطيكم العافية كلكم على المراحل ونروح للي بعدها طيب حبايبنا عندنا هذه المرحلة من أخونا محمد أحمد أعطاني مرحلة كاتب لي أتمنى أنك تلعب هذه المرحلة تراها صعبة وشوي ولطيفة لعبتها بفيديو سابق تقدر تروح تشيك على الفيديو حبيب قلبي وتشوفني لما لعبتها ونروح للي بعدها حبايبنا عندنا هذه المرحلة من أخونا علي أعطاني هذه المرحلة كاتب لي هذه هدية من عندي صراحة المرحلة إجرام اللي صممها هذا واحد عنده مخ بتشوفون انتم الان المرحلة صراحة انا ما ابي اتكلم واحرق عليكم شوفوها لعبوها كم 19 مليون و 800 يعني يقولوا 20 مليون شخص تقريبا اللي لعبوها فازوا فيها بحدود 11 مليون و 400 شوفوا استمتعوا يقول لك اوتوماتيك لا تضغط اي شيء والله يا شيخ صممها صح قوية قوية قسما بالله المرحلة جامدة والله خطير لا بعدين يجيب لك اياه كذا بالمسطرة مسويها بالمسطرة شوف انا امس والله لما شفتها انهبلت يا شيخ لو اقعد طول حياتي اسويها ما بقدر اسوي زي هذه الجرام ذولي اليابانيين مهبل مجانين شوف كيف بالمقاس بالمقاس الله اكبر عليك كيف مره جايب حلك صح حلوة المرحلة لطيفة خفيفة ظريفة تغير فيها جو تروح للي بعده عشان تنجلد طيب حبايبنا عندنا هذه المرحلة من أخونا فولت العدو اللدود برضه أعطاني مرحلتين لعبت واحدة في الفيديو اللي راح أتوقع وفزت فيها كتب لي صدقني بعد ما تلعب ذي المرحلة حتندم حتندم فزنا فيها أعطاني هذه المرحلة كاتب لي عاد ذي ما حتعديها أتحداك تعديها عاد ذي تحدي يا رجل هذه أمس مرحلتك قعدت فيها تقريبا ساعة يا شيخ جلطة شوفوا معي طبعا مصممها ياباني بعد أكيد بتكون قلق كيف أول شيء كذا أصبر هنا على طول والله من الفهاوة لا تستعجل ما في فرمت المخ أمس بعد اللي صار من الحركة اللي سواها فيني المايك يا شيخ أمس شوف شوف بالله شوف اوكي يا أخي والله المرحلة زحمة زحمة بتشوفون بعد فوق وش فيه إذا وصلت فوق شوفوا كيف القلق يا أخي تنتبه لهذا الشوك ولا تنتبه للمدافع ولا تنتبه للمفك ذا اللي جايك من السباك اللي فوق يا
شيخ والله العظيم، تخيل أمس كل المراحل اللي لعبتها فوز إلا هذه. هذه عقدة. لا لا فولت متحلف فيني، قايل لي تحدي بعد. أنا بطلت ما أتحدى أحد خلاص، تروما. شوفها نار، مدفع، قنبلة، مفك، شوك. يلا ركز. شفتوا والله قايل لكم يا أخي، تنتبه للشوك يجيك المفك، تنتبه للمفك يجيك المدفع، تنتبه للمدفع تجيك القنبلة. يا رجل القنبلة اللي أقصد فيها الدائرية. لا لا لا، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم إني صائم، أبي أعصب يا أخي وأخرب الصيام هذه المرحلة الجلطة، لكن يجبرونك. استغفر الله والعياذ بالله. اوكي الله الله الله، اصبر 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 يا اخي، والله العظيم من عيني على ذي القنبلة الدائرية، بس جاني ذا الشوك وقتلني. تمام تمام. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ليش كذا يا فولت؟ جيب لنا يا اخي مراحل كذا خفيفة لطيفة زي احمد نبيل والعيال، ما قصروا اعطوني مراحل يا شيخ خفيفة ظريفة. لكن انت مرة ما ترحم يا فولت. انا الحين ابي اوصل فوق عشان اوريكم من جد الزحمة. بعذري تقولوا لي والله معذور. ايوه حلو بالله. مستعجل ليه؟ اصبر، كن اهدى. ما يبي اوريكم اللي فوق من وجهي. اوكي 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 حلو حلو. اهدى اهدى، بسم الله. حلوين. طيب تمام. طيب الله الله ما فكر. طالوا بالله، تفرجوا احكموا انتوا بنفسكم. هذه بالله مرحلة تسمونها، اكتبوا لي في التعليق بالله. شوف شوف كيف حلوين. حلو، خلي النار هاي تروح. طب شوف ركز ركز، شفت كيف؟ اوكي لا اله الا الله. طيب اوكي تمام، ابي اركز انا وين المكان اللي ما تجي فيه قنابل. شوف يا طويل العمر يبيلك. المشكلة انك ما تقدر ترى. الله يطالع يا صديق. هنا هنا مضبوط. والله والله شوشو كيف القنابل تشطف ماري وشطفت خشمه والطاقية حقه طربوش وذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، قسم بالله راسي يا شيخ يرج من صوت المدافع من فوق. نو واي والله يا جماعة المرحلة نو واي مستحيلة يا شيخ. أي واحد بالله فيكم شباب عنده الويو ياخذ الكود ويجربها، شوف فيك أحد فيكم يعرف يفوز فيها. هذا آخر مرة شو اسمه، آخر مرة أجرب في ذلك. أم ضبطت معي؟ أوكي ما ضبطت معي، إحنا المرحلة اللي بعدها. شوف بعد ما طيب اوكي تمام. خلاص كذا كفايه، روح المرحله اللي بعدها. طبعا اخونا خالد اعطاني مرحله قال لي من تصميمي لعبتها بفيديو سابق، ما راح العبها مره ثانيه، لعبتها وصورتها، اروح اللي بعدها. طيب شباب اخونا عبد الرحمن السقاف، اتوقع كذا الاسم صحيح،
على حسب مكتوب حسب ما هو مكتوب عندي في الردود أو التعليقات. أعطاني مرحلة كتب أول مرحلة من تصميمي ترى صعبة شوي بس ما في مجال بلا تسحب. سجلت الكود والله ما طلعت معي، إذا تتأكد لي بس من الكود يمكن فيه خطأ أو شيء أو ارسل لي على الواتساب عفوا على الانستغرام أو التويتر وابشر. طيب حبايبنا، عندنا هذا المرحلة من أخونا سجاد جيمر، طانو كاتب لي هذه المرحلة العبها بعد الفطور، صحيح شوي صعبة بس حلوة، ما أقدر ألعبها صراحة بعد الفطور لأن عندي دوام فألعبها بعد الفجر. لعبوها 37,997 يعني 38,000، فازوا فيها 1416 فنقول بسم الله. دقيقة نروح الباب، هنخش مع الباب. طيب اوكي، الى الان مو بتمام، والله مو تمام. طيب 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 اوكي طيب حلو، تكفى تشيك بوينت. يا الله يا اخي كان يمديني يا اخي. حلو، مع ذا اللي بعده بعد كويس، تشيك بوينت هنا كفو. لازم اسرع. طيب كويس كويس، ما عليه خذينا تشيك بوينت كويس. خذ ذا تمام. مصيبة هنا. يلا الله يلا الله، معلش معلش كويس كويس. يلا يا لطيف، وش ذا الزحمة. مدري هل أروح من هنا ولا نروح من هنا. الله يسعدك يا شيخ، سجل فوز. كويس الله فزنا فيها، يلا نروح للي بعدها. طيب حبايبنا، عندنا هذا مرحلة من أخونا كرار 111، أعطاني هذه المرحلة كاتب العب هل المرحلة إن شاء الله تعجبك. هابي نيو يير 2016، لعبوها 545 فازوا فيها 42 من تصميم خالد. توقع أنها جلد. الله يستر الله يستر. حلو. طيب لا حلوي. طيب بسم الله، هيا ايوه. الله 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 الله، والله يا عيال ما ادري اروح هنا ولا هنا. لا 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 لا، والله عني على عماها نطيت. لا ما ينفع، لا في شيء ياخذني هنا ودزه. حلو حلو اوكي. اوكي ان شاء الله الفوز. ممكن هذه البدايه. طيب كيف كيف حلو. والله يا عيال اللي خايف اني اجيب العيد.
اوكي يلا صاير. طيب من هنا ايوه وتقول لي موت. حلو اجلد سجل فوز. حلو المرحلة ونروح للي بعدها. طيب حبايبنا عندنا هذه المرحلة من اخونا ريان 390 اعطاني هذه المرحلة كاتب العب المرحلة. حلو هي عبارة عن واحد ضد واحد بدون مقالب. لعبوها 1850 فازوا فيها 85 تصميم واحد ياباني واليابانيين يخوفون. شوف على طول كذا من اولها. هذه والله ما هي بغريبة علي هذه المرحلة. والله ما هي بغريبة. قد مرت علي. والله حلو. كذا هي والله ما هي بغريبة صراحة. والله قد مرت علي ما أبي أخفيكم. طيب وبعدين؟ فهمت. حلو 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 حلو. الحين اتبعه. اوه يا اخي انا مستعجل. فقط اتبع لين يوصل عندي واعطيه جلده ويروح فيها. اهدا خلي يدور. ايوه بس خلاص يا اخوي جلد. تكون تشيك بوينت. الو يلا اللي بعده. هذا تشيك بوينت كويس تمام. هنا البلشة الساحر الحقيقي الكويس. بس جلد ما في سريع سريع. اوكي حلو. معليش ايوه يا اخي والله من هبالتي. اوكي بعدين تجيبها هنا وتجلد ابوها. حلو كذا ما في الا فعلا. حلو حلو كويسين. تمام تمام تمام. وش السالفة؟ ايوه طيب باوزر الشريك. وصبلش هذا. يوه حرام. يلا يلا نط نط. حلو فوز من هنا. حلو اوشو نمبر وان. طيب حبايبنا هذه المرحلة من اخونا عبد الاله كاتب لي مرحلة زي اللوز اعطاني الكود وراح العبها. لعبوها 475 واللي فازوا فيها 28 واحد. بسم الله خلونا نبدا. ام سوري اسم المرحلة عبد الله اللي مصممها واحد اسمه عبد الله. ايوه دقيقة في شيء فوق.
تمام. خلنا نجرب نخش مع الباب شوف. ايوه حلوين. طيب ما في قنابل ما في شيء كذا. خلنا نشوف نرمي هذه غريبة. ساحر فوق. والله يا اخواني اني امشي على حماها. وش ذا؟ والله صعبة. حلو. سهم يسار. درعم. طيب. الله الله الله. وشوف يعني يبغوني اجي من هنا. مع الباب يا حبيبي مع الباب. مع الباب مع الباب. طيب. استعجلت انا ولا؟ هاي حلوه حلوه. يلا اللي بعده. لا يا رجل. هلو. فوز. سجل فوز. طيب شباب الى هنا نكون وصلنا الى نهاية الحلقة. لا تنسون الله يعطيكم العافية الاشتراك في القناة ضغط زر اللايك ونشر الفيديو. ان شاء الله بحاول المراحل المرة الجاية راح العب مراحل اكثر. بحاول ان شاء الله اني ما اطول في المراحل نفسها باذن الله. نلعب مراحل اكثر مثل هذا الفيديو. وبس. اتمنى يا شباب انكم استمتعتوا بهذا الفيديو ويعطيكم العافية. واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سلام.